مهندس أشرف الدمرداش، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة في محافظة الشرقية. الأول بنرحم بيك وبنقول لك ألف مليون مبروك على بدء موسم حصاد الخير، حصاد القمح في محافظة الشرقية. كلمنا أكتر عن الموسم السنة دي، خصوصا بالتزامن مع رقعة الأرض الكبيرة قوي المزروعة هنا بالقمح، ودعمكم للفلاح ومؤازرتكم ليه لحد ما نشوف المنظر اللي قدامنا. طبعا محافظة الشرقية يعتبر من أكبر المحافظات زراعيا، وخاصة محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية اللي بتزرع عندنا هنا في المحافظة. جملة المساحة المنزرعة في محافظة الشرقية 394,146 فدان على مستوى أنحاء مراكز المحافظة المختلفة، من أراضي جديدة وأراضي قديمة وأراضي ملحية ومزارع سمكية متنوعة في الزراعات فيها. طبعا أهم الأصناف اللي مزروعة عندنا هنا في محافظة الشرقية، طبعا احنا بنتبع حاجة اسمها الخريطة الصنفية أو السياسة الصنفية اللي هي بتجيلنا من مركز البحوث الزراعية. طبعا دي مش جاية من فراغ، جاية للتغيرات المناخية والظروف والأصناف والأمراض. أهم الأصناف اللي بتنزرع عندنا هنا في المحافظة مصر 4 ومصر 3 وجيزة 171 وسخة 95 وستس 14 وإجاسيد 22. طب يا باشمهندس معلش، هو الفلاح لما بيجي يزرع الأرض بتاعته هل بينتقي لنفسه صنف معين، ولا أنت اللي بترشح له، ولا الأرض اللي بتفرض عليك؟ طبعا الصنف ده بيرجع برضك احنا بنختاره على اساس التربه اللي عندنا هنا دي وسلوك المزارع، ان كان بيغبز او بيزرع للانتاج او كده. طبعا احنا السنه دي دورنا احنا كدور ارشاد زراعي ان في اختيار الصنف من البدايه، يعني عوامل الانتاج بتتركز على عده حاجات. احنا بنقول لاخواننا المزارعين هنا ان هي طريقه الزراعه على مصاطب بتوفر عندنا من 25 ل 30% من التجاوي ومن الكيماوي ومن الاسمده ومن الميه. طبعا بتوفر عندنا في ميه، يعني احنا فدان القمح عندنا بنزرع ب 45 كيلو بطريقه المصاطب. بطريقه المصاطب 45 كيلو، بالطرق العاديه ب 60 و 70 كيلو. لو احنا وفرنا 45 في مثلا فدانين او ثلاثه، هديني فدان تاني بزراعه نوفر تجاوي تزرع تاني. طب عايزين نعرف اكتر على التشوين اللي جنبنا. انت يعني قلت لي قبل اللقاء ان ده تسهيل على المزارع. دي تسهيل المزارع ابدل ما عنده مثلا زرع 5 جرار. المزارعين الصغيرين اللي هو بيزرع 5 جواريت 6 جواريت او نص فدان، مش طبعا هياخد عربيه ويكلف نفسه ويروح الشونه. دي المكان وسط هنا، والمكان ده مجهز برضك من تموين، في ناس من التموين هنا وفي ناس من الزراعه مندوب، وفي ناس من هيئه سلامه الغذاء بيستلم وبيحدد رتبته، وبعد كده بيتنقل للمكان. ده بيستلم من مزارع الشرقيه كلها ولا كل منطقه؟ على حسب المنطقه، يعني عندنا مش هي شونه واحده هنا، يعني دي بتخدم المنطقه اللي حوالين مننا هنا. قلت لي في فريز او فراز. ايوه أو في فراز بيعمل ايه؟ يعني القمح اللي جاي عندنا هنا دي في رتب، اعلى رتبه عنده 23.5 ب 2000 جنيه الدوله مشكوره، حددت سعر التوريد بتاعه بدايه بالموسم التوريد اللي هو بدا عندنا في 15/4. ما بدا الصوامع بتاعه المحافظه كلها اتفتحت، والشون من بدايه عمليه الحصاد ممكن قبل كده باسبوع بدا دلوقتي، حتى الشون مجهزه دلوقتي فيها كل الجهات الرقابيه موجوده فيها. القمح من المحاصيل اللي الفلاح بياخد فلوسها وهو واقف؟ لا دي يعني مثلا في خلال يوم او اثنين ان شاء الله بياخد فلوسها على طول، على حسب الرتبه اللي هو اخذها. ان كانت واخد اعلى درجه نظافه 2000 جنيه، خد اقل من كده بياخد 50، يعني اقل كده يعني اقصى اقل سعر 1900 جنيه. خطتكم بقى لزياده الرقعة الزراعيه في القمح في السنين الجايه ان شاء الله؟ والله احنا بنستهدف ان احنا نتوجه جميعا للزراعه بالطرق الحديثه اللي هي بالسطاره المعدله، هتوفر عندي في التجاوي وفي الكيماوي وفي كل دي، وهتزود الانتاجيه عندي. يعني حتى الزراعه على مصاطب بترفع عندي الانتاجيه من 2 ارداب ل 3 ارداب. 2 ارداب دي كلمه بسيطه، يعني 2 ارداب في 2000 جنيه او 3 ارداب في 2000 جنيه 6000 جنيه بيضحوا عندك عمليه الزراعه والخدمه اثناء الموسم. يعني يعني هي الهدف من ده، اللي بيزرع بالطرق دي التقليديه والطرق الحديثه كلها بتخدم الفدان، بياخدوا 3 4 شكاير كيماوي كل الخدمه. لو التزمت بحزم التوصيات وزدت اردبين او 3، طبعا عائد داخل لمين؟ للمزارع. واحنا عايزين نحسن من الدخل ونرفع الانتاجيه بتاعتنا علشان نقلل من فاتوره الاستيراد بتاعتنا ان شاء الله. باشمهندس اشرف دمرداش، مدير اداره الارشاد بمديريه زراعه الشرقيه، بنشكرك وبنهنيك على الموسم ده ولمزيد من الخير ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا باشا.